القسم الثاني، دون أن ننسى كذلك نادي اتحاد السوقر النادي الثاني الذي حقق صعود بدوره إلى بطولة القسم الثاني، هو من قسم ما بين الرابطات. هذه هي المنافسة التي تخلت عنها الاتحادية بصفة رسمية والرابطة الوطنية لكرة القدم، وعليه نادي اتحاد السوقر سينشط في القسم الثاني هو. ونبارك كذلك لنادي شباب فوز فرندا ولأنصاره بعد تحقيق الصعود من بطولة الجهوي الأول إلى القسم الثاني هو. إذن حديث عن نادي شبيبة تيارت كما وعدنا الأنصار سابقا، وبعد التساؤلات التي طرحت في أكثر من مناسبة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي وعلى مقربة من الأنصار الذين نلتقيهم في كل مرة عبر شوارع وكذلك بلدية الولاية للاستفسار والسؤال دائما على النادي المحلي. المهم في كل هذا، نادي شبيبة تيارت حقق الصعود في ظروف صعبة استثنائية كما يعلم الجميع. بداية موسم كانت صعبة وثقيلة على الإدارة الحالية بقيادة رئيس سفيان بومدين وكذلك المانجر مراد ايت مولود الذي نستضيفه في هذه الحصة وفي هذا الفضاء الخاص رفقة رئيس النادي سفيان بومدين. اذا سفيان بومدين رئيس نادي شبيبة تيارت، مرحبا اهلا وسهلا بك عبر اثير اذاعة تيارت. كلمة للانصار للمحبين، ومرة اخرى تهانينا الف مبروك بتحقيق الصعود لنادي شبيبة تيارت ولطاقمه الاداري والفني. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم من أداء الاستضافة هذه اللي رانا اليوم عندكم معروضين في الإذاعة. نباركوا قال ولاية تيارت على الصعود اللي تحقق بصعوبة ماشي بسهولة، وفريق شبيبة تيارت صراحة منذ سنوات طالب على هذا 13 سنة على هذا الصعود، والحمد لله الحمد لله حققنا الصعود. وكانت النية تاعنا من البداية كانت النية تاعنا به الفريق هذا يصعد القسم الثاني محترف، والحمد لله نشكر الجماهير والحباش اللي كانوا دائما يحوسوا الصعود، دائما يديروا في المساهمة تاعهم. ونشكروا فاني الناس قال اللي عاونت في الخفاء ولا في الميدان. وحنا يا هذا الصعود ما كانش زعما نقولوا بسهوله، كان الناس يتحسبوا بسهوله. كنا مكتبة في الذهاب كنا مكلاسين في المراتب الأخيرة. طبعا بالعودة سفيان لبداية الموسم الكل كان يتساءل، شفنا كيفاش بدينا موسم 24 ساعة قبل انطلاق البطولة، انتدابات ما كانتش نقدر نقول في المستوى، اعتمدنا على لاعبين شبان، ما كانش عندنا هدف تاع صعود. لو نرجع للحديث عن هذا الأمور التي كانت حدثت قبل بداية الموسم وكيف جاء سفيان بومدين لقيادة الفريق. اولا قبل بدايه الموسم انا كنت مع الجمعيه السابقه عضو مده عامين، العام اللي حققنا فيه الصعود من بين الرابطات، والعام التالي اللي ما كنا ما سعفناش الحظ به نروحوا للمحترف الثاني. الموسم اللي كان قبل حط الاستقاله الرئيس السابق فيغولي احمد حط الاستقاله تاعو، بعد الفريق قاعد يتخبط شكون يجي شكون ما يجيش. كانوا ناس ساهمت قالت لك هنا نوقفوا على الفريق وحنا هنا نوقفوا في الفريق، جابوا دي جوار وجابوا كاع الناس اللي باهيت واسي طاديني المينيت قال لك ما نوصلوش باسكو ما عندناش دراهم. هي الدراهم درك واحد كيعطيك مشروع لك يكون عندك تدرهم ما تبدأ المشروع، بعد كينا تكون فيه المساهمة والمساهمة وكن نعطيك المشروع ونزيد نعطيك درهم. دقيقة تالية 48 ساعة الأخيرة تصلوا بيا قال لك أودي معليش عندنا غير فئات صغرى نسكروا بهم ديروا التسجيلات، خاصكم ديش التسجيلات الفريق غادي يهبط كاع للمستوى الأسفل. بالشيء اللي كاين طقنا نديروه درنا، كاين الناس تصلنا بهم اللي كانوا في شارف في فريق شبيبة تيارت لي زونسيان، كاين اللي جاوا عاونونا وكاين اللي ما طاقوش يعاونونا. هنا الباب كان مفتوح كاع للناس، ما كنتش غير انا، كان الباب مفتوح كاع للناس اللي كان باغي يجي يعاون. بصح كانت المده صغيره ما حلفناش حد باه نجيبو يوم واحد وكانت شفافيه، كان المكتب مفتوح وراك بحضورك جيت وشفت طبعا كنا من الحاضرين الحضور تاعك. درنا ما كانش قرار هذا تاع الفريق يطلعوا
بعدين. لكن ربما كان الهدف تاعنا في تلك الفترة هو أنه الفريق يدخل في البطولة ولو بالفئات الشبانية. يعطيك الصحة. وكما كان الحال درنا التسجيلات وبدينا في التحضيرات. اللي كانت مدة قصيرة يعني. مدة قصيرة بالك لي زونطريمون ديالو يا ربي 20 جور. الجوار ما يعرفوش بعضهم. 20 جور بعد خرجنا الاتحاد الكرمة. في أول مقابلات يعني. في أول مقابلة. كنا بفئة الصغرى. وبدون أي مساهمة أي مساعدة. وبدأ فريق بقيادة المدرب بوزكري بفئة الشبان. بوزكري نشكروه من هذا المنبر ثاني. مشكور كثير لأنه كثير كان صراحة تعرض للانتقاد مع بداية الموسم ولكن نوجه له التحية والتقدير لأنه تحمل مسؤولية في ظرف صعب جدا. هو وكاع الناس اللي كانت معنا كاع نوجه لهم تحية باسكو تحية باسكو علاه وقفوا مع الفريق. عيطنا لهم جا وقفوا ما بدون تردد. بدليل أن الفريق التحق بالبطولة. بدينا الموسم الكروي تاعنا كانت أول خسارة في المقابلة الأولى ولكن مقابلة ثانية كان فيه فوز مع فريق الحجوط اللي قدم الفريق مردود لا بأس به. فزنا بثلاثة مقابل واحدة ما أظن في هذه المقابلة وبدأ مشوار الفريق ولكن بدأت الأمور تتعقد نوعا ما بعد ذلك. كانت الأمور تتعقد خاطر على كان شي ناس شغل ربي سامحهم تزين معاهم النية وهما خارجين طريق. هي في أي مجال في العائلة تاعك هم تكونش داير النية ما تنجحش. في عائلتك هم تكون داير النية ما تنجحش. أكيد. في أي مشوار ما تكونش داير النية تاعك ما تنجحش. والحمد لله كما قال لك عيش تشوف. وهي تجربة هي اللي تجربة والحمد لله كنا ندي واحد النصائح. حتى أنت شخصيا كنت تقول أنا ما عنديش معلومات كافية ولا خبرة كافية في التسير ولا حتى في كرة القدم ونشدت في أكثر من مرة الناس باش يجوا يساعدوك ورغم ذلك كذلك ألحيت في أكثر من مرة على الاستقالة والعودة يعني الناس دارت مسيرة واتصلت بي أنت كنا في المرتبة الأخيرة اتصلت بي هاتفيا وتكلمنا قلت لك ودي أنا ما إلا كاين الناس اللي تزيد تجيب الفريق لهذا الزيادة لهذه الإضافة مرحبا ما كان حتى واحد جا ما كان حتى واحد قلنا لهم يعاونونا معنويا ولا ماديا اللي يجي مرحبا بالكلمة الطيبة مرحبا طحنا في راح المدرب بوزكري عاد جانا بندوخة صراونا فاني مشاكل مع اللي جوار والحمد لله وما بعد ذلك تم تصحيح الأمور في مرحلة تحويلات شتوية بانتداب مشري وكذلك التحاق مربي موسى اسمح لي هي الأخ نودة هي من بعد علاش جات الضغوطات كي خرج القرار تاع ست فرق يطلعوا خلقات ست فرق يطلعوا في الماكينه زادت المهمه زادت صعوبه اكثر يعني زادت الصعوبه واصبح المطلب تاع المناصر كيف ستة سبعة ما طلعوش يعني رغم انه كنا في بدايه الموسم بدون فريق يعني في 24 ساعه كان فريق شبشيت غير موجود في لائحه النوادي المعنيه بالبطوله وفاني الاصابات اللي هي فاني كان عائق لي ضرت كثير الفريق وما كانش لاعبين تاع خبره كذلك مع بدايه الموسم لانه لاعبين شبان لما نحكوا على مرسلي على عزاوي على ميرازي على عدة دردار هادو لاعبين شباب بصح كانت عندهم النيه كانوا عندهم ثقه في الفريق وكانت عندهم النيه وكانوا يلعبوا حراره وكانوا مشكورين فاني هما طيب بكل صراحه سفيان هل بعد نهايه محطه الذهب مرتبه اخيره بالنسبه للبطوله كانت عندك ثقه نوعا ما كنت لما نجلس معك ويكون فيه دردشة كانت عندك هذه الثقة أن الفريق قادر يرجع يعني في البطولة كانت عندي ثقة وزيد أخ مراد كنت نتصل به كان مقبل المحاضرة كنت دائما نلح عليه به يجي يعاوني وهو فاني كانت عنده ظروفه الشخصية وكان فانا عنده التزاماته ومن بعد لحيت عليه وكان الناس فاني لحوا له الحمد لله جاء وتشاورنا وكانت إضافة وثم كانت عنده كارت بلانش طبعا اللي فاني هو زاد قال لي بلي ماي صعبه طبعا كان فيه امل وكان فيه قراءه بالنسبه حتى للبطوله ولذلك كان في مرحله العوده كان فيه عوده قويه للفريق كان ثاني كان الاستعمال زمان كان يساعدنا به طبعا اللقاءات جدول اللقاءات كانوا يساعدونا ومالغري كانوا عندنا صعوبات في ملف الاعتماد فيكون في علمك حطيناه لو 29 سبتمبر
طبعا هنا يطرح أكثر من سؤال، لماذا تأخر ملف الاعتماد بالنسبة لرئيس جديد لفريق بلاد؟ جمعية عامة، كنت في أكثر من مرة تتطرق لهذا الموضوع، حتى أنا لست رئيس فريق معتمد، يعني راني نسير هكذا هاوي. متى تم الحصول على الاعتماد؟ 23 جانفي. يعني بعد مرور نصف عام، نصف العام، يعني نصف البطولة، نصف البطولة بهذا تم الاعتماد وبدون إعانة سرت هذه الفترة على الفريق. الاعتماد بهذا حصلنا عليه هي واحد صراحة بشق الأنفس، بشق الأنفس، ونشكر من المنبر مدير شباب الرياضة الحالي لساعدكم، هو اللي فتح لنا الأبواب و مش عامل خطر نتطرق له ونقول له غادي نحط الاستقاله تاعي وكنروح عنده للمكتب، وهو يقول لي ودي ما تتقلقش رانا هنا ونشكره مشكور قال تفتح لي الباب، وهو اللي زدعونا. طبعا هو انسان رياضي، رياضي مقرب من الرياضيه، كي تتعامل مع الناس رياضيين ويعرفوا الميدان ما تخافش. طبعا كيف كان تقبل قرار الاتحاديه؟ كنت تنتظروا بكل صراحه، هل كنت مع قرار استئناف المنافسه ام نهايه الموسم؟ لانه احنا في كل الحالات كانت تساعدنا الظروف. انا والله الاخ ابن عودة كنت باغي تكمل البطوله، خاطر كنت عارف باللي نكون في البوديوم بارمي لي طرو برومي بالروتور اللي بالنتائج اللي دارت، النتائج اللي دارت والفارق كي كان والعوده القويه تاع الانصار كذلك. خاطر ما تنساش لعبنا 9 مباريات بدون هزام، بدون هزام الى المباراه الاخيره تاع اللي كانت هي فاني داعي الاصابات، هو اللي خلانا خسرنا هذيك المباراه. وكانت النتائج رجعت للفريق، سمحت له باش يكون في المرتبة السادسة، ومرتبة سادسة سمحت لنا بالصعود للقسم الثاني بعد 13 سنة من الغياب. وعلى رأسها فريق سفيان بومدين اللي نقدر نقول أسس فريق في 24 ساعة. مكون فريق ولكن نقولوا تأسيس، لأنه هو تكوين فريق في 24 ساعة. وبدون شك استقبلت القرار بفرحة كبيرة بعد هذه القرارات الاتحادية. كاع الناس فرحت، ماشي غير فريق شبيبة تيارت، كاع الأندية فرحت، خاصة الأندية اللي حققت الصعود. يعني كاين أندية ما كانش كاع في الحسبان، كانوا دايرين، كانوا اللي ساتيهم ويتيام وطلعوا. طبعا أندية عارقة، نشوف في المجموعة تاعنا ترجي مستغانم، نشوف غالي معسكر وغيرها من الفرق. غالي معسكر الاتحاد الحاج جوط راه في شحال في هذا المستوى وما طلعش. معسكر هذو قال فيها كانوا في الغالي، كانوا في الأوائل طبعا. وفريقنا اليوم صار في القسم الثاني مرة أخرى، نهني الأنصار ونهني كذلك كل محبين لنادي مراد آيت مولود اللي جاء خلى في الفريق البصمة، كنت واثق كثير رغم أنه كانت المهمة والمأمورية صعبة، كان عندنا لاعبين شبان، حتى فرصة انتدابات ما قدرناش نجيبوا لاعبين اللي عندهم مستوى، حظنا كان سيء بعد عودة باعوش مقابلة واحدة يصاب، إصابات كانت تتكرر في كل مرة. مراد تعليقك على تحقيق الصعود بالنسبة للفريق. أولا السلام عليكم، قبل أن نتطرق لأي موضوع نترحم للناس هذو اللي ماتوا، ونطلب الله عز وجل ونطلب الله عز وجل أن يرفع لنا هذا الوباء إن شاء الله. فيما يخص شبيبة تيرت، أنا نقولها إن شاء الله يا ربي يشوف 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 فينا، لأنه حقيقة المأمورية ما كانت سهلة، مأمورية صعبة، صعبة كثير، لأنه الفريق كمل لافازالي مرحلة ذهب مرتبة أخيرة، في مرتبة أخيرة كانت الحقيقة كانت لاميسيون كازيمو امبوسيبل، ولكن نشكر رئيس الفريق في الثقة اللي وضعها فيها الحمد لله، وكانت متبادلة، شفنا النقائص صديق كانت اتودي ماشي غير هكا وصاي، شفنا النقائص اللي كانوا في الفريق، انتدبنا لاعبين 4 أو 5 اللي عطاو اضافه كبيره للفريق، مدرب كذلك اللي عطى اضافه كبيره ونحييه من هذا المنبر. كنا نتمنوا يكون معنا سي ميشيلي، اتصلنا به، اتصلنا به واعتذر وقال لك سلموا لي على ناس تيارت كامل وفريق شبيبة تيارت، ونحيي جميع الأنصار اللي هو يحبه ويحبهم تاني والحمد لله. عنده علاقة طيبة، عنده علاقة طيبة، لأنه هو طيب، إنسان طيب، إنسان طيب ويعرف العمل تاعه وما يدخلش في 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 أمور أخرى إلا كرة القدم، إلا مهامه. فيما يخص نهني تاني الأنصار، أنا بصفتي نهني الأنصار اللي طلع شبيبة تيارت راهي في الناسيونال 2 الحمد لله، وحتى ولو هذا ماهوش المنبر تاعها. ان شاء الله لوبجيكتيف سي
سي لا ناسيونال اون لوبجيكتيف سي 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 كي كيما راهم يلعبوا الفرق الاخرى الفرق الاخرى كاين كاين فرق في القسم الوطني الاول ما عندهمش ستاتي تاع 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 جي سمتي والله ما عندهم أكيد. ما عندهمش اكيد اكيد راك تشوف الفرق سيرتي تشوف ستادير في 30000 ولا 35000 كاين لا كاين دي زيكيب اللي راه في ناسيونال اون ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش هذه الامكانيات ملعبهم ما عندهمش الجمهور اللي عند شبيبه تيات ماهوش موجود في فرق اخرى ماهوش موجود في الاخرى فيما يخص العام كيفاش فوت انا كما قلت لك لاميسيون ما كانتش سهله والحمد لله ربي وفقنا بتظافر الجامع وعلى اولهم رئيس الفريق اللي ما خلاناش وفر كل الامكانيات في سيرتو سيرتو في ليكيب سينيور هذه نقولها باسكو يافي كانوا نقائص سي تو طافي نورمال ان شاء الله اللي هاد النقائص هادو الناس كسوسوا هذا البريزيدون اللي يقعد ان شاء الله نتمنوا لي يزيد يكمل المسيره تاعو وإلى ما كملش وجاو الناس واحد اخرين ولا ان شاء الله يحافظوا على هذا هذا المكسب يعني المكسب هذا لانه كيما قلت انت يا لاجي سامتي طريز وما تلعبش في ناسيونال 2 سي سي حاجه ما كاش هذه كاع وكيما نقولوا ثاني لا بروشين سيزون سا سرا با فاسيل اكيد اكيد لانه لاول مره قبل ما نتحدث مراد على ربما الموسم القادم ما نسبقوش الاحداث نتحدث على صعود الفريق في مجموعه كانت صعيبه كان مستوى متقارب بفارق نقطتين اربع نقاط لما كنا نشوفوا صاحب المرتبه العاشره المرتبه الثانيه عشر الفارق بينه وبين صاحب المرتبه الثانيه والثالثه ما عدا فريق موشنت ربما اللي كان قطع شوط كبير في مرحله الذهاب من البطوله كان مستوى متقارب ومنافسه كبيره واحنا عندنا لاعبين شبان كيفاش سيرتوا هذه البطوله في ظل هالظروف يعني بطوله سير نهار اللي كنت طرقت له الامر هذا لانه كي كملت مرحله الذهاب راني عقل كنا مكلاسين الدرني افيك 12 بوين سيتي با فاسيل باسكو الدرني افيك 12 بوين ولا سيزيام اللي يطلع كان بالك داينا بواحد 15 بوين ولا 16 بوين سيتي با فاسيل فرق كبير يعني سيتي با فاسيل والحمد لله الانتدابات اللي جبناهم جابوا لنا ان بلس مع المدرب ثاني كذلك جاب لنا ان بلس سيتي ان جروب سيريو اللي كان حايب يعمل حاجه كان حايب يحقق صعود وهذا لو بلس امبورطون ثاني كذلك الانصار اللي عادوا شفت اخ بن عوده بقوه يعاودوا بقوه لان شبيبه تيرت بدون انصارها ما تسوى والو ما تسوى شيء ما تسواش ما تسوى شيء انصار هما الصح اللي عاونونا ثاني كان الجميل مراد كذلك ربما قاطعك في الكلام هو انه الانصار عادوا في ظرف صعب جدا وين كان فريقنا في المراتب الاخيره كان انصار عادوا بقوه خاصه في المرحله الثانيه تاع البطوله كان فيه تنقل المحمديه لكل الفرق اللي لعبنا لها وهو كذلك ثقه المناصر في الاداره وكذلك في هذه المجموعه الشابه كانوا كان يساعدوا اللاعبين شفناهم حتى وين قاموا بتكريمهم رفع المعنويه تاعهم كانوا ساندوا الرئيس في اكثر من مره رغم انه عاش بعض الفترات الصعبه يعني ما تلقاهاش ربما في فرق اخرى اللي شفناها ضيعت الصعود كان في المتناول ما تلقاهاش ما تلقاهاش وشكون الشيء اللي طرقنا له الجمهور تاع تير تاع 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 جي سنتي هذه الميزه الميزه تاعو هذه الميزه تاعو وقت ضيق تيبو وقت ضيق تيبو وقت ضيق تيبو سي بور سا واحد ما يفرطش في هاد في هاد الامور ما زوج فرط فيهم وفي مرحله الذهاب لازم فني واحد يفهموا لانه ما كانش نتائج سي تو طافي نورمال الناس ما تتبعش بداية صعيبة بداية صعيبة صعيبة كيفاش بدا الفريق يعني في ظرف 24 ساعة لاعبين شبان كان المدرب زكري اللي قدم واش عنده بعد جا المدرب بندوخة مرحلة فراغ كبير بالنسبة للفريق إصابات كثيرة كان نعرف بأنه صعود تاع سبعة ثمان نوادي يعني كان خلق منافسة كبيرة كان صراع كبير في مرحلة العودة كنا التقيناك شخصيا حتى في قضية الانتدابات كنت لقيت صعوبة كبيرة تتصلوا باللاعبين يعني لقينا صعوبه كبيره سي نورمال باسكو ما يخفلكش الاخ بن عوده كي ما يكونش عندك الوقت والوقت الكافي وما عندكش لو شوا ما عندكش لو شوا في الميركاتو باش تجيب لاعب فلاني لاعب فلاني واي فريق اللي يكون عنده لاعب سو ديزون مليح ويسحقوه ما راحش يطلقوا لك انت هو ثاني عنده ديجا طلعوا ثمانية هادو كل واحد فيهم يحوس ينتدب لاعبين اللي يزيدوا له ان بليس يزيدوا له الاضافه دوك ما تلقاش هي صح 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 سي كيما يقولوا قبل ما تبدا البطوله البطوله تما اللي يكون كاين لو شوا وكاين الاخر وتعرف الناس واش تجيب واش ما تجيبش واش تسرح واش ما تسرحش هذه ما كانتش كاينه لظروف خاصه الناس كاع ولا لظروف خاصه الناس كاع على بالها نهضر على العام اللي فات سي تو طافي نورمال الحمد لله صلحنا في مرحله الذهاب وجاب ربي خير طلعنا بهذا الفريق
والحمد لله. وحتى الانتدابات ما كانش كثير، انت دبنا ثلاثه وربع لاعبين لانه ما عندناش اون افي با لو جو. يقول لك بار اكزومبل ديجا الريغلومونطاسيون تخليك تجيب ثلاثه واربعه، هذاك واش تجيب عدد محدود يعني. عدد محدود فوالا، حد عدد محدود والحمد لله جبنا لاعبين ربعه اللي عطاونا اضافه كبيره، اضافه على غرار بوجبها طيبي اللي كانوا بوجبها طيبي وحتى بالرابح تاع بالعباس، وكان فيه باعوش اللي ما كانش محظوظ يعطيه الصحه ثاني مقابله واحده سجل هدف وراح للاصابه تعافى، ولكن البطوله توقفت. مراد اعتبارك على المانجر الفريق، هل كنت مع قرار استئناف المنافسة وتبقي في البطولة؟ ولو في كلا الحالتين فريقنا كان يعني مستفيد، يعني سواء توقفت البطولة كنا في مرتبة ستة عندنا الحق في الصعود، وإذا كملت البطولة كان كذلك عندنا حظوظ كبيرة من الناحية الحسابية أن نكون مع الفريق الأولى. لا هي صراحة لو كان كملت البطولة، احنا ديجا لفاز روتور سي لاسو ليكيب اللي خسرت خطرة، خسرنا آخر مقابلة في هذيك في ودرية، الآخرين كلهم ربح ولا تعادل الحمد لله. ولكن بكل صراحة نعطيك زعما الرأي تاعي أنا، في الظروف اللي كانت في الظروف الصعبة هذه ما تقدرش تكمل البطولة من هذا، لأنه ليزانفراستركتور وشحال من حاجة وكاع، والوباء كان انتشر بكثرة. كان قرار سليم، نعتبره بلي سليم، وحنا الحمد لله حنايا كلاسينا سيزيام والوبجيكتيف ايتي اتا مام الى ديجا قبل ما تبدا الشامبيونا كانوا حدوا الصعود تاع ست فرق، وحنا كلاسينا سيزيام الحمد لله، ومن بعد زادوا دو زيكيب سيتيام والويتيام اللي نهنا كل الفرق هذو اللي صعدوا. وش نقول لك، والهدف تحقق يعني، والهدف تحقق، والنية كانت حاضرة كذلك. لا نية حاضرة إن شاء الله، شفنا طقم مميز صراحة، وأنه في كل مرة المشاكل تظهر لك الناس الأوفياء مع الفريق، كان فيه طقم يعني بالمحضر البدني سي فيصل خروبي اللي كان واقف، ولا مدرب الحراس أحمد مكي، ولا حتى الطاقم الإداري طبيب الفريق، الناس اللي كانت واقفة وساهمت رغم الظروف الصعبة. هو الأخ بن هدى كيما كنت تطرقت دروك، كان ستاف تكنيك الله يعطيه الصحة بارك الله فيك، ستاف ميديكال ثاني الله يعطيه الصحة، وكانت إنوندونت مام مع رئيس الفريق ثاني كان عطينا كارت بلانش الحمد لله يا ربي، كان واقف مع الفريق ما كان خصهم والو، داجير لي بريم لي سالير كل شيء أجور، كانوا فرق اللي يلعبوا معانا مكلاسين صاي طلعوا، ما كانوش ما عندهمش الشيء اللي كان عندنا، هذا الشيء اللي كان عندنا حنايا، ديجا اللعابه اللي انتدبناهم قال لك زعما الله يعطيكم الصحه، زعما كانوا في دون دو بون كونديسيون، والحمد لله جاز العام لاباس وحققنا الصعود. وبعد تحقيق الصعود يجب التفكير في موسم قادم، ولما نتحدث على موسم قادم سي سفيان بن الدين، السؤال الذي يتبادر هذه الايام، كثر مؤخرا الحديث عن استقاله الرئيس سفيان بن الدين، ولو انه احنا هذه الاستقاله ما سمعناش عليها ولا كذلك ما وصلتناش، ولكن هي بعض الاخبار التي تتداول، ما صحه هذا الكلام، وهل سفيان بن الدين سيواصل مهام على رأس الفريق؟ ولكن نعرف بأنه مواصلة هذه المهام بدون شك ستكون بمعطيات تتغير عن معطيات الموسم الماضي، لازم نفكر من الآن حتى لا نطيح في الأخطاء الموسم الماضي. سفيان تفكير في الموسم القادم، صعود الفريق على رأس الفريق، الاعتماد حصلت عليه في جونفي على رأس الفريق، حديث عن جمعية عامة ربما لتطرر التقرير المالي والأدبي، ماذا عن هذه الأمور؟ هي في الأخص أخ بنودة التقرير المادي والأدبي، اليوم قمنا بإيداع الملف على مستوى المديرية تاع الشباب والرياضة، وبلا ما ننسوا أنا قلت لك كان عندي صعوبات في الذهاب وفي الإياب. في الإياب كي بغاو يعطونا الإعانات قاموا بعض الناس أصحاب الدين، جعل ربي يغفر لهم إن شاء الله، شبه انا ما نسميهمش رؤساء، شبه رؤساء، انت ولد تيارت، ولد المدينه ولا ولد الولايه كما نقولوا، وتكون تسال هذا كاع الناس، فاتوا بزاف رؤساء سالوا دراهم وسمحوا، باسكو راك كي تكون راك في رئيس فريق كره قدم لازم تخرج دراهم، لازم تزيد من عندك، لازم تساهم من عندك، تساهم من عندك دروك باه توصل فريق كان في مرحله صعبه، تجمد له يتجمد الحساب
على مرتين من طرف رؤساء نوادي سابقين. رئيس أول جمد الفريق ادى قرابة 500 مليون من البنك جمده وداه، ووصلت وين تحاورت أنا وياه وهدرنا وقلت له دير أنا في أزمة الأقل الحق صعود، وإذا كان في إمكانية أول الأقل دلوقتي. خلينا نفوت ذا المرحلة، نعطيك نصف المبلغ ونصف المبلغ نعطيك شيء خاص تاعي على شهر خلصوا عند المحضر القضائي، وما حبش ما حبش. وهذا كان رئيس فريق بتياست، وربما يدعون مصلحة الفريق هذا الرؤساء، حتى باش نوضحوا للمناصر احنا ما نقصد حتى رئيس، ولكن رؤساء اللي مروا على الفريق. وإذا كان رئيس يكون فريق على مقربة أو خطوة من الصعود ويستعمل هذه الطريقة ربما لإيقاف طموح الأنصار وطموح النادي، أنا معليش دينتا وتدي حقك معليش، أنا حاسب بالفريق يتكمل العام حاسبه، ماشي بعد 6 سنين ولا 7 سنين جيت حاسب في الفريق، كي تشوف الفريق في أزمة وفي مأزق تزيد تحاول تغرقه. لو أنه جلست معه حاورته وقطيته مقترحات وما تقبلش المقترح، ما حبش. ودى المبلغ المالي، ودى المبلغ المالي، واضطرأت المحكمة وعاود فتحت الحساب تاع البنك. مالوريزمو عاود يجي رئيس ثاني يجمد الحساب، رئيس ثاني يزيد يجمد الحساب. وهذا رغم أنه كان حاط قال راني سامح في نص المبلغ اللي نسالو تاع الفريق، راني سامح فيه مع الوالي السابق، وقال راني سامح ودا مبالغ، ومن بعد كي عاود يبلع الحساب قال لك بلي نسال انا يا الفريق. يعني هذا سمح وعاود رجع يطالب من جديد، وهذا ابن الفريق بمعنى الكلمه، لعب في الفريق وابن الفريق ورئيس فريق. هذا من هذا المبدا تخليك باللي ما تكملش على هذا الفريق، خاطر علاه نتايا هذا الفريق مش تاعي انا وحدي، ولا تاع مراد، ولا تاع فريق الولايه، فريق الولايه ولايه متعاونوا كاع عليه باه يطلع، خاطر غدوه ان شاء الله تروح الوهران ولا تروح للجزائر، قال تا وين؟ قال انا متيارت، قال فريق شباب متيارت ها وين راه، ما تقولش فريق شباب متيارت راه تحت. طبعا والدول الإعانات المالية اللي كانت موجهة للفريق بعد تجميد الحساب البنكي، تجميد الحساب البنكي جمدوه، راه مجمد ليومنا هذا، اليومين هذا مازال مجمد، مجمده الرئيس الثاني اللي كان لاعب ومدرب هذا، نعم راه مجمده ومازلنا في راه في المحكمة، والمحكمة لم تفصل بعد، مازال ما تفصل المحكمة. هذا الظروف اللي ما يخلوكش تكمل على راي، ما تخليش تكمل رئيس الفريق، كاع الناس تحوست، وكاين شي ناس يسالوا الفريق بمبالغ معينه، تكلمت معاهم طرقت لهم قلت لهم راني في ازمه، تفهموا الوضع وقالوا لي ما كاش مشكل، وربما هما محتاجين اكثر من والله محتاجين اكثر من هؤلاء الرؤساء، كاين اثنين ما نذكرش اسمائهم والله ما هم متيارت، هما لاعبين هادو ما مش لاعبين، لا مش لاعبين، كاين واحد نزل وكاين واحد ماتيريال دو سبورتيف، يعني سالوا الفريق وتفاهموا وصبروا، اتصلت بهم، اتصلت مع المحضر القضائي قلت لهم باللي يصبروا علينا ايامات تكون فرض الازمه، وقال لك ما كاش مشكل، يجيك انت يا ولد الدار كيما نقول ابن الفريق، هذا هو المشكل الكبير اللي دائما يتفاهم، هذا العائق اللي ما يخليكش تكمل السنه هذا. طبعا هل في ظل هذه الظروف طبعا قدمت التقرير المالي والادبي، ستعقد جمعيه عامه على ما اظن ان شاء الله، الجمعيه العامه هذا اللي بغيت، الجمعيه العامه ما تقدرش ديرها، ما تقدرش ديرها في الظرف الحالي الحالي اللي رانا فيه، يرفعوا الحجر الصحي ولا تكون التزامات طبيه باه تعطيك دير، لكن ما نقدروش ربما ننتظروا اكثر حتى ننتظر جمعيه عامه، لازم ننطلقوا فيها، لازم ننطلقوا فيها. انا راني الناس راهي تهدر وتقول باللي راهم مروطه، انا رانا نهضروا، رانا درنا، والاخ مراد كاع وانا نيتي كاع وما نقعدش ولا بصح، رانا نقوموا باهي، راه اتصل بدي جوار باهي يكونوا في الموسم هذا. طبعا واش هي مطالب سفيان بومدين رئيس اذا كان توفرت هذه الامور قادر توصل المهمة تاعك، بغض النظر عن ما يحدث، لانه هذه الامور السلبيه بكل صراحه انا نقولها من هذا المنبر ونحن في هذه الجلسه، يجب ان نعمل على مصلحه الفريق، واذا كان فريق شبيبة تيرت وفريق فريق الجميع ماهوش فريق فلان ولا فلتان، لانه اذا كان اليوم سفيان رئيس، اليوم امس كان الحاج احمد فيغولي، بالامس القريب كان
كان داود وقبله كان رشيد نعاك وقبل ذلك كان زيتوني وقبل ذلك كان رؤساء آخرين. لذلك يجب أن نعمل على مصلحة الفريق ويجب أن يكون تفاهم وحوار وجلسة. وقسم ثاني سي سفيان تعرف بأنه الموسم القادم شبيبة سياسة العامة اتحاد البوليدة مع رائد القبة مع جمعية وهران مع اتحاد الحراش مع عمل الأربعاء وداد بوفريق، هذه مدارس كروية وفرق عريقة، يعني حتى فريقنا عريق ولكن هذه الفرق اللي عندها الإمكانيات لازم نعمل من الآن باش نحضر فريقنا. قبل أود أنا ما عندي مشكلة حتى مع رئيس كاع رؤساء مع صلة ما عندي حتى مشكلة، علاقة طيبة وعلاقة ابن مدينة يتعامل مع الجامعيين والباب مفتوح كاع الناس اللي حاب يساهم كاع اللي حاب يساهم واللي حاب يجي رئيس الفريق مرحبا به. وأنا نزيدك حاجة الأخص سيد الوالي سيد أمين دلمشي نحيوه بالمناسبة، هو ثاني اللقاء الأول اللي درناه معه فتحنا الأبواب واللقاء الأول قال لي أنا هو الرئيس الشرفي تاع فريق شبيبة تيارت، قال لي أنا هو الرئيس وهذا شيء بشر بالخير بشر بالخير، قال لي حقق لنا الصعود وسيكون كلام آخر سيكون كلام آخر. وأكيد كان عنده عدود جانا للملعب وهدر مع اللي جوار وفحفزهم من ناحية المعنوية كان المعنوية إضافة وقف إضافة وقف معنا نشكره نشكره. ودروك هو راه الرئيس الشرفي تاع طبعا ربما تنتظروا لقاء ننتظروا هو قال لك لا ندير معكم لقاء طبعا حتى تذكروا لي انه كان في 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 فتره في عطله مرضيه عاد منذ يومين لمباشره المهام تاعو، اكيد ستكون لكم الفرصه عن قريب لانه ابوابه مفتوحه تعاملنا معه في اكثر من مره جرينا معه الكثير من الحوارات، سيكون لكم لقاء. سفيان هل بديتوا العمل التفكير في الموسم القادم ولو نقدر نقول بتدريج نوعا ما؟ اي نقول لك صح الاخ بناوده، هنا نيتنا كانت نيتنا هنا قبل الفريق خلال الموسم هذا كانت عندنا نيه باه نكملوا بصح كي تشوف الظروف هذه وكان هنا لا باسكو مرحله العوده القسم الثاني محترف مو سهل مو سهل ماديا و حتى من التركيبه البشريه تاع اللاعبين تتطلب امكانيات مش حاجه سهله مش حاجه سهله. وهذا علاه انا والاخ مراد انا دائما نتلاقاو ونهضروا ونخموا في هذا رغم ان مازال ما بانتناش الى غادي نكملوا ولا ما غاديش المعالم الكبرى اللي تتضح امامكم مازال ما ظهرتش حتى نحطوا البيلو رانا حطينا البيلو ونديروا الجمعيه عامه تبنى خاطر علاه ما يقولكش باللي راهم بالله على الفريق ولا مرحبا بكل واحد. طبعا انت تحدثت قلت بانه جمعيه عامه يستحيل عقدها في هذا الظرف الراهن، اذا كان يستحيل الجمعيه العامه كيف سيكون العمل؟ يا اما نباشروا المهام نبداو في شروع الانتدابات تصوب اللاعبين وعلى الاقل الفريق على الاقل نحطوا الفريق في الطريق هذه لازم ما نسمحوش في الفريق ما لازمش نخلوه كما صرا الخطره اللي لازم نستافدوا من الدرس هذه على بالنا بها. انا ما غاديش نسمح في الفريق ونخليه نقول له يجي اللي باغي يجي بصح لا السلطات المحليه يوقفوا معنا. طبعا ربما تنتظروا لقاء الوالي لازم ننتظروا لقاء الوالي هو اللي هو 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 المفتاح هو يعني. المفتاح مدير شباب الرياضه لقيتوه ربما لقيناه وفاني قالنا لازم نكونوا تكون عندنا لقاء مع سيد الوالي باه نطرقوا لهذا ان شاء الله. على العموم نقدر نقول بديتوا نوعا ما عمل هكذا تشاوري حوارات لقاءات فيما يخص اللاعبين لا فيما يخص الحديث عن الموسم القادم ربما كتركيبة للمكتب الإداري اللاعبين ربما فيه اتصالات فيه اتصالات بصح كاين الناس يقول لك بلي رانا نتاص الناس كيما نقول لك تاع الناس اللي هم يهضروا يقول لك بلي راه كاين اتصالات مع الناس واحد اخرين منا الناس غير تهضر ماك ما من رابطة مازال ما قروش مازال ما وقتاش يبدا الموسم وقتاش ولكن فتحت الانتدابات يعني لو كنت فتحت الانتدابات وكنت تهضر مع ان جوار جيبو تقول له خلاص راك في فريق شبيبة تيارت وقتاش تسنيلو وقتاش تعطيلو لي سالير تاعو وقتاش تبدا غموض كبير مازال غموض اي دوك تجيب اللاعب
سينيو يقول له خلاص راك في شباب فريق شباب تيرت وقتاش تقول له غادي نبدا وقتاش تفاهم معاه وقتاش ولكن على العموم درتوا على الاقل درنا اتصالات اتصالات مفكره عامه شكون اللاعبين راح يكونوا لازم يكونوا هذاك لازم. لازم موجوده هذه موجودة. وهذا دليل على انه شروع في العمل موجوده هذه والنيه قلت لك راهي كاينه الاخ بن عوده بقات نطبقوها في الميدان بقات نطبقوها في الميدان ان شاء الله مراديه مولود بالنسبه للتفكير في الموسم القادم انت في تشاور مع الرئيس لانه يضع فيك ثقه كبيره انت في اتصال دائم معه قلت بانه التفكير في الموسم القادم نوعا ما صعب شويه لانك تلعب مع في مستوى قسم ثاني محترف وكذلك تلعب مع فرق اللي عندها امكانيات فرق اللي عندها قاعده جماهيريه فرق اللي راح تلعب يعني تحط توظف كامل الاوراق تاعها لانه انت على درجه او على مقربه من القسم المحترف الأول لما لا يكون فريقنا مادام حققنا صعود في ظروف صعبة جدا لما لا نعمل عليها الموسم القادم ويكون فريقنا في المرتبة الأولى ونحقق صعود القسم المحترف الأول هي إن شاء الله هي الواحد ما يخممش فوبا واحد يسبق الأحداث لأنه باش ما يصرناش كما صرنا العام اللي فات لازم إن شاء الله واحد يديماري ألافونس قبل يعمل أموره ألافونس ثاني ما يسناش وان شاء الله ان شاء الله نتمنوا باسكو الامور هذه اللي طرق عليها رئيس الفريق هو اللي ميو بلاسيك مو يعرف هذه الامور هذه انا راني في امر واحد اخر ان شاء الله نتمنوا حنا يكون يكمل مع الفريق ان شاء الله وسلطات كما سيد الوالي ولا لي مشكور ونحييه من هذا المنبر وقف معنا الحمد لله في مرحله الاياب ان شاء الله الفريق هذا ان شاء الله كما يقولوا ما يسمحوش فيه لانه اللي كون يقعد سفيان بريزيدون ولا يجي كيكان دوتر واحد اخر يجي زعما الفريق راس الفريق ولا لازم يديروا صوالح على فونس ما يستناوش والصعود هذا ابري 13 ماشي حاجه سهله ولانه لاني بروشين ان شاء الله راه كاين صيغه واحد اخرى الصعود واحد ونزول سته يعني نزول سته ماشي حاجه سهله وكما كنت طرقت كاين فرق اللي لاباس بها امثال اتحاد الحراس رائد القبه اتحاد الرابعه وداد بوفاري جمعيه وهران جمعيه وهران يعني عندنا بالك 15 ولا 20 سنه ما شفناش شبيبه التيارات مع جمعيه وهران في التيارات ما شفناهاش مع فريق اتحاد الحراس وكذلك فرق اخرى هذه ان شاء الله غادي تكون نتمناو ان شاء الله السلطات لانه صراحه طبعا سفيان تحدث نقطه هامه وهي النقطه التي تعيق الكثير من رؤساء النوادي تحدثنا كثيرا على مشكل الديون في السنوات السابقه رغم المجهودات اللي بذلتها السلطات المحليه وين وصل فريقنا بسبع ملاير دين وبعد ذلك هاد الناس كانوا قدموا وعود بانهم تنازلوا على الديون امام الولات وامام المسؤولين وبعد ذلك يرجعوا يقول انا نسال الفريق يعني وفي كل مره يخرج لك واحد يعني بعمل تجميد حساب البنكي وإعاقة الفريق لما يكون الفريق في الطريق يعني فريقنا في 8 و7 مباريات يمشي في طريق صحيح بدون خسارة يجيك رئيس يجمد لك حساب بنكي رغم أنه هذا الرئيس كان بالأمس القريب يتحدث ويقول أنا جئت لخدمة الفريق هل يعقل أنه رؤساء مثلا ولا حتى لاعب سابق يعني يروح يدير هذه الطرق اللي يعني يفشل بها مشروع رياضي هي الحقيقة ذوك معليش ذوك هو ولو حقه يعني ولو حقه معليش هي الظروف الظروف اللي ما كانتش تساعد معليش حقك على بالنا وان شاء الله كل واحد يدي حقه هذه مفروغ منها ولكن الظروف اللي كانت فيها شبيبه تيارات وشغل رايحه تصعد القسم الثاني وما بقاش فتره زمنيه كانوا يقدروا يتفاهموا مع الرئيس وكاع وش نقول لك كل واحد وعقليته كل واحد تفكيره ولكن كيفاش يفكر كل واحد وكيفاش معليش دوك حنايا هذه الامور خلاص راحت نشوفوا نبداو في صفحه جديده صافي حسيت دابا نشوفوا القدام ما نشوفوش مورانا دروك غادي نشوف القدام يفو بريباري ليكيب ان شاء الله طبعا مراد هل شرع في العمل لانه الكثير يتساءل بكل صراحه انا على لسان الانصار المناصر يتساءل سفيان بومدين يقول اليوم فيه تقرير المالي والادبي على مستوى مدير الشباب والرياضه فيه لقاء مع مدير الشباب اللي وعدكم كذلك يوقف مع الفريق سام تنتظرون كذلك لقاء السلطات المحليه خاصه والي الولايه حتى الاقل يكون فيه وعود بدعم الفريق لانه تلعب في المحترف الثاني ولو انه الرئيس مستعد للمساهمه مستعد انه ربما يجيب محيط معاه على الاقل يعاونه يساهم معاه لانه لازم فريق يحتاج الاموال يحتاج الامكانيات تتنقل لاعبين باش تنتدبوهم في هذا المستوى لاعبين لازم يكونوا عندهم مستوى واللاعب اللي عنده مستوى يطلب اموال هل بدات فيه عمليه مثلا صراحه الاخ بن عوده باش نقول لك ما بدا والو ما كاش منها بدينا بالك 30 40%
عندنا تخطيط نتاعنا مترسين ان شاء الله اللي نتمشاو عليه ان شاء الله كيما تقول السلطات في اقرب وقت يشوفوا جلسه مع رئيس الفريق ويشوفوا يعطوا ضمانات ولا مش عارف وعود ان شاء الله باش يعاونوه وكذا باش ما نزيدوش نتاخروا اكثر من من من, من لازم يعني من لازم لانه ني كنت طرقت لك قلت لك لا سيزون بروشين سا سرا با فاسيل. المهم اللي صدير الان ما نزيدوش نطولوا ولا نطيحوا في الخطا اللي طحنا فيه باش ان شاء الله نفوتوا لا سيزون ان شاء الله ان بو اوليز. طبعا وهي فرصه كذلك مراد حتى نوجهوا من هذا المنبر النداء للناس اللي في تيارت اللي قادر يعاون بالفريق لما لا عندنا رجال اعمال ومال على مستوى تيارت لما لا المساهمه الصوره اللي نشوفوها في برج بوعريريج وفي سطيف وفي الاربعه وفي غيرها من المدن على مستوى الجزائر الشاسعة الواسعة لماذا لا نشاهد هذه الصورة على مستوى تيارت ناس مخلصين في تيارت يساهموا سواء مناصرين ناس عندهم المال قدماء لاعبين رياضيين إعلاميين نلتفوا حول هذه النوادي الكروية تاعنا ولا الفريق تاعنا باش نطلعوا بها المستوى. هي الأخ بن عودة الفريق من يكون في لي ديفيزيون تحت حتى واحد ما يقدر يجي وحتى واحد ما يكون محفز باش يجي صح. الفريق ان شاء الله من يسعد ان شاء الله يكونوا هذه الامور والناس تكون دارير هذه ليكيب محترف ثاني مستوى مقبول ان شاء الله تخدم فيه عامين ولا ان شاء الله لما لا تحقق صعود ماشي حاجه صعيبه يعني. كي تكون لو سيري دون ترافاي ولاعبين يكونوا صادين مختارين ملاح ومدرب كذلك وتهلاو ثاني في لي جون اي تو سا يكونوا بعد صوالح تقدر تحقق صعود ان شاء الله. نديرو كيما جوارينا كيما دارت غليزان وتلمسان اللي راهم اليوم في المحترف الاول كيما دارت المديه كيما داروا الكثير من الفرق داروا كثير ماشي حاجه صعبه. الفريق شبيه ثاني عنده لو ستاتي تاعو الحمد لله عنده انصاره وعنده شعبه وعنده ان شاء الله بربي هاد الصوالح كاع يكونوا ان شاء الله والفريق يرجع لمكانته ان شاء الله الحقيقي ان شاء الله. بديتوا اتصالات مع بعض اللاعبين على الاقل؟ قلت لك بدينا ان شاء الله تكمل. كان فيه موافقات على لاعبين تاع مدربين تاع كل واحد اللي يحوس يلعب في شباب التيارت لانه ما ما ماوش فريقي غير فريق وخلاص. شحال من واحد يتمنى باش يلعب هنا يتمنى باش يدرب هذا الفريق وان شاء الله يا ربي يجيب خير ان شاء الله. ان شاء الله هذا هو الشيء اللي نتمناوه. سفيان ما بقاش كثير من وقت البرنامج ربما رئيس وحده ما يقدرش يقود فريق في المحترف الثاني. رسالتك للمحبين انت دائما تاكد بان الابواب مفتوحه ولكن احنا نبحث عن من هو مخلص ومن يريد الاضافه للفريق لانه كاين ناس يجوا من اجل المصالح كاين اللي يجي يحب يبان في الصوره راني جاي نعاون في الفريق ولا راني ساهم في الفريق. احنا حابين الناس اللي يكونوا مخلصين قادرين يمدوا الاضافه للفريق لانه هو فريق الجميع مره اخرى. اخ بن عودة الفريق دروك راه في القسم الثاني محترف ما يخليكش غادي يكون برامج تلفزيونيه يكون فيه دروك يكون فيه لي سبونسور يكون فيه نلعبوا في مستوى احسن بكثير وهذا المستوى لق تعطيه صوره جميله لفريق شباب تيارت. كي نقولوا تعطيه صوره الناس كي ديبلاسي ولا كي تروح ولا الناس يجوا عندك هنايا لازم تلقي استقبال يكون فيه استقبال هي في المدن الاوروبيه الناس يروحوا يتفرجوا لكره القدم في العطله لا سيمين تكون شارجي بالخدمه باش على الاقل كي يروح يترفه الناس باكي تجي تتفرج تجي يشوفوا ان سبيكتاكل ما يجيش واحد باي عاير ولا تجي تشوف كرة قدم. هذا الشيء اللي نحاولوا نديروا في كرة القدم الجزائرية اللي تعمل عليه هذا اللي نتمناه. ما نتمناوش واحد ضرب فلان ولا فلان ضرب ولدك ولا هذه هي الصورة اللي نخلقوا علاقة مع هذا الفريق يعني. هذه هي اللي لازم كيقول المحترف طبعا. هل فيه ناس حابين يساهموا معكم يكونوا معكم في الجمعية العامة؟ مازال ما اتصل بك حتى واحد مفتوح لكاع الناس ما اتصل بنا حتى واحد وانا فاني راني على رئيس فريق بدون اي مقابل ما عندي حتى مقابل راني في ذا الفريق ماني مقاول ماني رجل اعمال ماني رجل مال يعني. انا وكيل معتمد لبيع السيارات هاني لا مقاوله وكاين الناس تقول لك بلي راه حاكم فريق شباب تيارت باش يدير المشاريع باش يدير المشاريع ما عندي حتى مصالح ما عندي حتى مشاريع. مصلحة هي مصلحة خدمة الفريق مصلحة هي مصلحة تاع النيف وتاع تاع الولاية خاطر انايا
انا انا راني الميدان تاعي هو الفروسيه. وصلت روحك في ميدان اخر. صلت روحي في ميدان اخر. انا الفروسيه كنت اكتسبت نوعا ما الخبره بعد عام متوسط. يعني اكتسبت الخبره. هي الخبره تديها كي تشوف وتكون منضبط وتتبع تنجح. وتكون عندك السيره تاعك، تفهم الدرس كيما نقولوا احنا. يعني كي تفهم الدرس تقدر تطبق واش فهمت فوق الارضيه تاع الميدان. ولذلك كان نجاح كل لا بصعود الفريق للمحترف الثاني العمل، وهي كوني الظفر وكاع الجهود وتمشي، والله ما هي حاجه صعبه. ويخلوك تخدم المستحيل غير موجود. ما دام في يوم واحد تم تكوين فريق ولعبنا واحتلنا الى مرتبه سادسه وحققنا صعود بفضل تضافر جهود الجميع. نعطيك مثال أخ بنودة، فريق الجزائر بالماضي كي جا منتخب الوطني، يعني منتخب الوطني فكون أسرة دار مجموعة، الناس خلاوه يخدم خدم، ما كانش كاع الناس اللي كانت تقول بلي فريق الوطني يدي كأس إفريقيا. وتم التتويج بكأس إفريقيا بفضل الإيمان وكذلك القدرة في العمل وتضافر جهود الجميع وتكوين هذه المجموعة المتحدة، يعني الملتحمة فيما بعدها. هذا هو الشيء نعمل عليه على مستوى فريق شبيبة تيارت. سفيان بومدين، سعيد كثيرا باستضافتك في هذا البرنامج حتى تتضح الرؤية للمناصر البسيط ليتساءل عبر شبكة التواصل الاجتماعي. أنا أخبنا هذا التواصل الاجتماعي بغي من هذا المنبر، أنا مانيش بزاف مهتم بالفيسبوك، بالفيسبوك يعني. تواصل اجتماعي. ومن ذا المنبر فاني نوجه النداء لهذو اصحاب الفيسبوك، كاين ناس يقول يدير يعني ينشر معلومات مقالات بكاش صفحه بكاش صفحه تاع فريق شبيبة تيارت، صفحه رسميه مكاش. انا ماذا بيا يجي واحد نهضر معاه قال انت راك مكلف تاع الصفحه تاع فريق شبيبة تيارت. العام اللي فات طرأنا المشاكل، كان الناس كانوا يهضروا فريق شبيبة تيارت، يهضروا باسم الفريق باسم الإدارة باسم اللاعبين، يعني هذا هو المشكلة. ولكن في هذا العام لازم تتغير الأمور، تتغير الأمور. على الأقل تكون عندكم خلية إعلام. الأنصار الأنصار يقولوا كنا لا يديروا لجنة الأنصار. العام اللي فات أنا قلت لهم الباب مفتوح، اللي يبغي يدير لجنة أنصار مرحبا، ماذا بيا، خاص لجنة الأنصار تساعدك تساعدك في اليتريبين، تساعدك بالبزاف وتساعدهم هما، تساعد الفريق. يعني ماذا كنا رئيس الفريق، انا نتبع اللاعبين ولا نتبع الانصار؟ الانصار دير لجنه تاع الانصار وما كان حتى مشكل. طبعا وحتى هما ينظموا رواحهم من خلال التنقل، من خلال المدرجات، من خلال كثير من الامور على مستوى لجنه الانصار اللي نتمنى ان شاء الله تكون في، شاء الله في الموسم القادم. ونتمنى كذلك على مستوى اداره النادي يكون فيه امور منظمه، تكون فيه خليه اعلام، صفحه رسميه للفريق على مستوى شبكه التواصل الاجتماعي تنشر كل ما في الفريق. يعني اذا كان حاجات ايجابيه ننشرها، اذا كان امور سلبيه مثلا قضيه امكانيات ماليه لاعبين ما داوش مستحقات، فيه مشاكل، فيه لعب تم طرده، فيه لعب مثلا تم الإسلام، لأنه كثير كلام تكون الأخبار مستمرة وحتى المناصر يكون عن قرب يعني مطالع. كما احنا اليوم عندنا هذا الحصة نزولا عن طالب الكثير من الأنصار قال ماذا بينا توضحوا لنا الرؤية، جبنا الرئيس وجبنا المناجر باش نوضحوا لهم الرؤية. إن شاء الله تكون صفحة جديدة في الموسم القادم. وأكيد توافقنا رأي مراد أيت مولود في هذه الأمور، لأنه راح نلعبوا محترف ثاني، لازم تكون أمور منظمة، ما خلوش الكلام الإضافي هذاك اللي ينشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي قد تكون صفحة رسمية للفريق، يكون ناطق مثلا ولا على الأقل كما راه اليوم عندنا مناجر، عندنا رئيس، عندنا محترف بدني، عندنا مدرب حراس، عندنا لاعب، عندنا لاعب احتياطي، عندنا مثلا واحد مكلف بالعتاد. يجب أن تكون هذه الأمور حتى يتم تسير بطريقة نقدر نقول حتى هو مش احترافية 100% ولا أقل شبه احترافية. بالطبع كلام صواب، وإن شاء الله إن شاء الله كما قلت ليكيب كنت تطرق لك ليكيب كي تطلع شو كي تكبر كل شيء كبر سي تو في نورمال. حنا نتمناو ان شاء الله انه الفريق هذا يحافظوا عليه ان شاء الله، كسوا حنايا ولا اللي يجي ورانا ولا اللي يجي انوت بريزيدون ولا انوت ماناجر ولا ما يهمش، المهم يواصل الطريق ان شاء الله. والحال صح هو فريق
صح هو الفريق واحد مي 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 يخممش غير في ذاته ولا يخمم في نفسه ولا يكون اناني ولا يكون ان شاء الله هذا الصعود هذا ان شاء الله هي هو مكسب مكسب ان شاء الله الناس تحافظ عليه ان شاء الله باش يزيدوا يطوروه ان شاء الله برب ان شاء الله هذا مكسب في القسم الثاني على الاقل ما كانش في صعود المحترف الاول ما نعاودوش نرجعوا للهوات على الاقل نبقاو في القسم الثاني هذا الموسم وان شاء الله تتضافر جهود الجميع من هذا المنبر نوجه رساله لكل محبين خاصه الانصار يجب أن يتم وضع اليد في اليد حتى نعمل على مصلحة الفريق ونصحح الأخطاء ونسير في الطريق الصحيح الموسم القادم ونستمتع إن شاء الله على مستوى مباريات كرة القدم لأن راح نلعبوا مع مباريات مع الجمهور تاعنا مع الحباش نصنع صور جميلة تكون هذه الصور يعني هي بمثابة رسالة لأنصار الفرق الأخرى اللي رانا نشاهدوها كذلك تصنع نفس الصور ستلعب مع فرق يعني عندها مستوى مقارنة بالمستوى اللي كنا فيه في ملاعب ضيقة في أمور يعني وظروف صعبة لما تنقل للبوليدة تلعب في ملعب ممتاز تلقى الوهران تلعب في بعقل تروح للملعب الأربعة تلعب في ملعب ممتاز في ساعة أنصار تروح للبوفاريك تروح كذلك للحراش فيه ملاعب ممتازة تسمح للمناصر باش يعبر عن الفرجة وكذلك عن الشيء اللي يمتلكه إن شاء الله هذه الصورة تكون صوفيا بومدين شكرا لك مرة أخرى على الحضور وتلبية الدعوة معنا إن شاء الله نواصل معكم اللقاءات الحوارات باب الإذاعة مفتوح حتى تكون ربما الرؤية واضحة للمناصر والمتبع بالنسبة لفريق شبيبتيات وكذلك الفرق الأخرى سواء اتحاد سوغر فرندا وغيرها من الفرق مراد ايت مولود نتمنى لك التوفيق إن شاء الله شكرا على تلبية الدعوة نلقاكم في فرصة قادمة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء.